مسلمين انا وياكم بعد انا اشمل ما شي نوقف ما على البحر ما يقدرون يوفرون لك مجاري وهذا على سيف البحر الحين مثلا انت تطلب يا حبيبي يا الغالي انت تطلب مثلا تقول شفت مثلا اوروبا في عندهم مواقف زين مواقف صح مواقف فيها شوية طويل العمر فيها مال الصرف الصحي الله يكرمك ويكرم المستمعين المشاهدين والجميع وفيها يا طويل العمر مال الكهرباء ومدون لك الماي بس على البحر صعب يا طويل العمر مالي خوت مثلا في مرسى يقدرون يمدون لك الخدمات لكن على البحر كذا توقف ما يقدرون يمدون لك الخدمات صعب شوي تبغي له شبكة المجاري وامور صعب شوي على البحر على السيفي ليش في اسبوع 500 درهم والخدمات مش متوفره عشان ما تندوم اذا وين نصير احنا المواطنين وين نصير هاي بلادنا ترى لازم نستانس فيها ولازم نطلع لازم نصور حق الناس عشان نجد السياحه في الامارات شيروا البر نصير البر بعد فلوس البر بعد فلوس هي نعم قول والله والله اذا بتاخذ مخيم شتوي بعد ايه. فلوس ما باخذ مخيم بس يبوقف في البر بسيارتي حر وين ما بوقف وين وقف كرباناته فوق السطح ما نعرف وين الزير والله لو ما خبرنا الله باسمه لو قلت لي قبل ما اتصلت قبل ما يصير هزاع المنصوري كان خبرنا وشك يودونكم الفضاء في المركبة الروسية ناقصتك وهي المرة ان شاء الله يوم بتعرفون حد ما خبروا لا تعال ليه ساروا ويا هزاع كان واحد ما ردوا ومن ضمن البنية ليه ساروا وياهم ما خلي هزاع كان عنده ارقامهم يكلمهم إذا بيسوي لكم مواقف هناك فوق والله ما نعرف شو تسوي يا عمي شو بقول لا حول ولا قوة زي الحين بقول لك شغلة خالي زي اسمعني بقول لك شغلة أنا الحين جاي واقف على البحر هي نعم وعيني عينك ما أروم أسوي شيء غلط بتشوفني صح ولا لا والعالم كله تشوفني يبون نسير تخشش يعني يبون عيالنا يسيروا تخششون يا أخي هذا الحين هاي بلادنا وين بنسير بلي وين بنسير البحر ممنوع تسيرون سماك ممنوع تصيدون ما ادري وين ممنوع كله ممنوع 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 حطونا في السجن انتوا تخلصوا من سجنونا نحن المواطنين كم واحد قله زين والله يا براشد ما يسوي يا جماعه الخير كل شيء ممنوع 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 بسير منه قالوا لك ممنوع بتلتفت كذا قالوا لك ممنوع بتصد منه قالوا لك ممنوع كله ممنوع وكله رسوم 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 هل لك وانا ترى عيازنا ونحن ندفع رسوم بارك الله فيك على كل شيء الحين لو بتكح ادفع رسوم والله العظيم ما يستوي زين بالنهايه الحين وين نسير؟ قول لي وين نسير؟ الحين انا عندي كرفان زين وبي يا طويل العمر بوقف على البحر بستانس شوي زين ابى ارفع عن نفسي راح انتم تسوون لما اكون